السلام عليكم يا صيادين السبع بحور، اخباركم ايه؟ احب اتكلم معاكم النهارده على ربطه انا بستخدمها تانية للسنون. بستخدمها للسنون اللي هي المفروده العاديه اللي ما فيش في ظهرها راجع، ولو في راجع بتقدر مره في مره تستخدم الجزء الفوقاني ده. اتفقنا؟ الربطه دي بسيطه وسهله وفعاله جدا، تقدر تستخدمها مع الحلقة المفتوحة وتقدر تستخدمها من غير الحلقة المفتوحة. انا هستخدم النهاردة مقاس كبير شوية على اساس يوضح، ارجو انه يطلع واضح، واستخدم شعر 80% بتاع جر احمر على اساس برضو يطلع الربطة واضحة للناس اللي ما تعرفهاش او اللي عايزة تشوف طريقة جديدة. انا ببدأ من ورا لما بيكون في السن عندي هنا هون اللي هي الحلقة، من 3 لـ5 لفات. الاول في لفة كده هون لمجرد ان انا اسيب مكان ايه في السن، وبعدين هاجي تحت. نعيد الجزء ده تاني، ببدأ من ورا من هنا، اخش لفة كده هو هتساعدني ان انا اربط كمان، واحط الاتنين على الصباعين هنا. اخد من هنا واحد عند الصباع عند الضفر خالص، 2 3 4 5، اوكي، وارجع من ورا. هاخد الجزء ده ون. هشيل الزايد، وكل سنة وانتم طيبين. اهم حاجة في الربط دي ان الرأس ما يجيش فوق بعضه، يعني ما يجوش 2 3 راكبين على بعض، والا بتفلت بعد كده هو لو انت بتستخدم السنون المدقوقه. الربطه دي زي اي ربطه سنون تانية، كل ما هتشد فيها كل ما هتقوى معاك، لان راس العقده بتكون من تحت وتمسك معاك. اهم حاجه في الاول بتربط الربطه الكويسه وتاكد عليها، وكل سنه وانت طيب. ليها ميزه تانية الطريقه دي، ان انت ممكن تربط كذا سن، بشرط ان انت لو استخدمت نايلون هتبقى عارف ان انت شغال على تونه، على ماكريلا، على وش الميه، او حاجات مالهاش سن حامي. تعال نشوف نربط سنين ثلاثه عشان لو عايز ادكك طعم مطريه وارميها ايه موشحه بالليل، او هسقطها مع حاجه. هناخد نفس الفكره، هناخد الشعر بتاعنا، بس المره دي بقى مش هحدد القصه الصغيره بتاعتي. هنبدا الربطه بتاعتنا زي ما احنا قلنا، وفرصه ان احنا هنعيدها مع بعضينا مرتين ثلاثه زي ما انت عايزين. هبدأ من ورا معايا، وهطول بقى زي ما انا عايز. كل ده ما يهمنيش. اللفة الاولانية هرجع واحطها في الصباع، امسك الاتنين مع بعض، اربط عليها 1 2 3 4 5. في ناس بتزود 7 و9 وكلام كده، انت كده انت بتكلفت السن عشان ما يبردش. العمليه مش محتاجه الزحمه دي كلها. هرجع الفاضي بتاع من هنا هون، ادي اول سن. طيب هركب السن التاني ازاي؟ كانه هو اول سن بالنسبه لي. هبدأ من ورا. هنا بقى هقف ثانية، أنا عايز السمكة بتاعتي هدككها سردينة ولا أي حاجة، عايز أشوف المسافة اللي أنا إيه هدكك عليها. يبقى في الحالة دي أنا هظبط على التدكيكة اللي أنا عايز. هنفترض إن هو المسافة دي، دخلت من ورا السن، اللفة الجميلة بتاعتي هنا، وثبت في إيدي 1 2 3 4 5، أثبتها، أخش من هنا. السن بعيد عن وشي، اوكي. ناخد السن الثالث، نفس الحكايه، بدانا من ورا، لفه عبيطه على الجسم اثبت بيها عشان تساعدني، مسكت في الايد 1 2 3 4 5، اثبتهم جنب بعضيهم، ارجع عندي من هنا هون،
بقى تلف بيها ماكريلاية، تلف بيها سردينة او اي حاجة، لو معاك شويرات ما يجراش اي حاجة ممكن تشتغل بيها. بس انا احبذ لو انت هتدكك حاجة على وش المية بيكون بويرة، انما دي طريقة سهلة ان انت تاخد واحدة بتبدأ بتخش كل الكلام ده من بق السمكة، تعديه من الخيشوم الاولانية والتانية، من الخيشوم من البق للخيشوم التالتة، هنا هو هتقفل البق مع بعضيه مع السن دي في زعنفة الظهر، ودي هتلفها على الديل وساق وفي زعنفة الديل، بقت السمكة متكتفة عندك لو اتضربت في الديل أو في البق، ولو هي كشرانة كبيرة أو شريفة كبيرة بلعت معاها زي الفل ومش هتعرف تهرب. اتفقنا؟ دي طريقة أنا بستخدمها، دي الرابطة الرئيسية بتاعتي، بتربط قبل ما بتطلع رحلتك وبتاخد حاجتك وروح رصصها في الفيلا، بتخلي عندك فيلا عليها استك عشان ما تقعدش بقى ايه الدنيا تجور منك. ناخد واحده جاهزه بشكل تاني بمقاس تاني، دي برضو بص هنا هون في السنين الراجع، بس الراجع هنا قدام شويتين راكب ورا زي الفل ما بيجراش اي حاجه. وفي اوقات تانيه بنستخدم اللي احنا اتكلمنا عليها في المره اللي فاتت، اللي هي بتركب ورا. اوكي، دي طريقه ربطه تانية بسيطه معتاده، هي مش هقول بقى الاسم بالانجليزي والاسامي الدوليه، احنا مش جايين نتفزلك، احنا جايين نستفيد، اي حد يقدر يربط على طول ويمشي حاله، والربطه بيعتمد عليها جدا وما بتخنكش لو ربطتها كويس. اهم حاجه على ان انت تبل الخيط كويس وانت بتربطه، هيمسك معاك كويس جدا، تشد جامد قوي، ثبت معاك الخيط انت كده زي الفل، وكل ما هيتعرض لشد اكتر هيربط اكتر. واتمنى لكم صيد وفير بمشيئة الله تعالى، وربنا يوسع ارزاقنا جميعا. من فضلكم يحبذ ان انت يكون معاك بكرة بلاستر صغيرة دايما في حالة لا قدر الله لو اتعورت، حتى لو بتصطاد من على الشاطئ او لو بتصطاد على مركب، بكرة بلاستر صغيرة مش هتكلفك كتير، بتفرق كتير بدل ما تقعد تنزف منديل ورق وكلام فاضي. ربنا يوسع علينا جميعا ويكفينا شر الاصابات، اتمنى لكم التوفيق دايما، وارجوكم السلامة السلامة السلامة، اشوفكم بمشيئة الله تعالى في مرة تانية.